ثلاثة حروف كانت كافية لتكتب قصة بطولية لشاب لم يعرف الهزيمة قط. علي شاب من محافظة حماة تعرض لإصابة كادت أن تؤدي لفقدان قدميه، لكن إصراره على الحياة جعله يتغلب على إصابته، فانطلق بالعمل بأرضه والاعتناء بها لتكون مصدر رزقه وسندا له ولعائلته بعد ما عاناه من الإصابة. تصابت بدني عام 2015، تلقيت العلاج في 601، وفي عام 2017 بلشت مشروعي بالملوخية، وهي تشفي في مادة الملوخية، وكان لها مردود مادي لبيتي وأسرتي، طبعا إلي ولضيعتي كلها، هي مدخول أساسي بموسم الملوخية بالصيف. عملت قسمين، قسم حنطة أو قسم الثاني ملوخية. أنا مشتغل فيه أنا وجيراني، مجموعة من الشهداء، أسر الشهداء، ومجموعة من الجرحى، لما لها مردود مادي إلنا ولهم. 60% من العجز كانت الدافع القوي له ليتغلب على صعوبات الحياة ومشقاتها ولتبعده عن طلب الحاجة، فكانت أرضه ملجأه الوحيد يعمل بها بمساعدة زوجته وعائلته، يزرعها بالمحاصيل ويسقيها ويستمد منها القوة ليكون قادرا غير محتاج، يعطيها من عرق جبينه وتعبه لتعطيه محصولا يجنيه ويبيعه ليكفي به حاجيات أطفاله وأسرته. والزلمة انصاب وما نساعده وما نجيب ملوخيات ونقطف ونزرع ونشتغل، وهل كمان أولادي بالجيش البقية 2 3، ويعين الله الحمد لله، والله خلينا السيد الرئيس والسيدة الأولى. نقوم بتقطيف الملوخية وتجفيفها بغرفة فاضية فارغة، ومنعبيها بأكياس فاضية، ولحتى الله يبعث لنا حدا يشتريها منا. نزرع بامي كمان، من يبسها ومن بيعها، دبس بندورة. احنا كثير متشكر السيد الأولى والسيد الرئيس، لأنه هنن دعمونا بهذا المشروع أكثر شيء، ونلنا من وراء الحمد لله، يعني أنه نلنا من وراء هذا الموضوع قطعة أرض هي اللي خلتنا نتساند ونعيش من وراها، وزرعنا فيها ملوخية. لم يكن علي يدري أن الحرب ستفتك بجسده إلى هذه الدرجة من الإعاقة، لكنه أدرك أن القوة والإرادة التي يمتلكها كانت أقوى من الإصابة، وأن قدميه اللتين فقدا جزءا منهما زرعهما في أرضه لتزيده تشبثا بها. حاله كحال الكثيرين من الجرحى الذين يعملون لبناء وطنهم بعدما دحروا الإرهاب عن أرضه.